على إطار زواج با بغى يزوجني، لأنه باه مات في عمره 50 عام، وهو وصل لخمسين عام بغى يزوجني قبل ما يموت. جيت نافط أفط، علاش أفط أفط قطع، ونقول له أنت كتعطي مني كنبغي نمشي للحلاق، كتقول لي سي عند الحلاق، وقول له باك غادي يخلصك، قلت له غدا غادي تكون عندي الماء، وغادي نقول لك الماء ديالي باغي تمشي للحمام، كي غادي يديه خليني الله يخليك، وطائت نمشي نخدم. أولا دخلت المعهد العراقيل فاس الابتدائي، دار المعلمين فاس، من دار المعلمين فاس دوزت فيها عامين، من بعد خرجت وخدمت 3 سنين في التعليم الابتدائي، وخدمت في تازا، في تازا، وغادي تجي القصة علاش كنبغي نذكر تازا، لأنه من بعد مني جيت لهنا صبت الملف ديالي ولا في تاهلة. شوف اسمه كان هذا غير باش نفتحوا القوس في عادية، لأنه خصني نقرا وخصني باغي نتزوج، عندي طموح، عندي باغي ندير دار، باغي ندير وليدات، باغي نكون أسرة، بالتالي خصني ندير شي حاجة وخصني نخدم على راساتي. وأنا قلت لك بالعربي الفصيح، قلت لك با ما بغيتوش، يبدا يقول لي سي تحلق عند الحلاق، وقول له غادي يجي با يخلصك، ولا سي تمشي للحمام وبا غادي يجي يخلصك. غدا لا غادي يصبح معاه في مشكل المال، قول له عطيني الوقت غادي نخدم على راسي. وعندك الساعة داك الساعة بالتزوج، ودخل حبيبي خمي الله يرحمه هو اللي تدخل في هذا الموضوع، لأنه ما كانش عندنا الحق باش نهضروا مع بوتنا في داك الساعة. هذا في داك الوقت كانوا الاحترام للكبير العيالات وكل هذا والضياف وهذاك الشيء كل شيء سكت. اشتغلت في التعليم، اشتغلت في التعليم، ومن بعد فتحت لي الباب باش ندخل المعهد العراقي العالي لإعداد المدرسين اللي داروه هنا في ثانوية الإمام مالك في الدار البيضاء. جيت لهنا من أجل نطول الموضوع ديالي، وهذا هو هكا دخلت المعهد العراقي وتخرجت مع كانت معايا خناتة بن نونا، كان معايا عبد الكيان، كان معايا محمد العروسي، واحد المجموعة ديال الطلبة اللي شي مات وشي عايش ما نعرف، خناتة بن نونا مازال حية بعدا الله يطول الله عمرها. هذا هو اللي غادي نقول لك، هذه مشكلة بسيطة. جا عندي هذا أحمد بن القليل الله يرحمه، كان هو الكاتب ديال الحزب، قال لي غادي نمشيو نديرو الحملة، الحملة ديال الانتخابات المجالس البلدية والقروية في أكنون وفي بوعد وفي تيزي وسلي. قلت له داكوا، هو اللي قدمني باش الله يرحمه تا هو توفى، قدمني باش أنا نتكلم فين في أكنون. أكنون كل هاد الأسواق تما، وأنا كنبلغ هذاك الناس بأنه هاش باغينا لكم، بغينا لكم تقراو، بغينا وليداتكم يقراو، بغينا لكم الصحة، بغينا لكم كذا كذا كذا، هادشي الاتحاد الوطني. وهو اللي كيرشح هاد السيد اللي هو مسعود بن الصديق إلا ما خانتنيش الذاكرة. تم الاعتقال ديالي، تم الاعتقال ديالي من طرف واحد العسكري اللي دار الانقلاب 19 غشت 71 10 يوليو 71، خوه عبابو، عبابو نسيت سميتو محمد ولا محمد، كان كابيتان وقائد الدائره. وداني للحبس انا وهذاك مسعود بن الصديق وواحد المجموعه ديال المناضلين اللي كانوا في ذاك المنطقه، وداونا طلعونا لواحد المكتب فوق البيئو ديال القياده، وشبعنا عصا تما كيسمى يحولونا المقاومين. التهمه السلاح، السلاح عطاك احمد بن القليل السلاح، كتقول لهم انا ما عطانيش، كيقول لك ابوك عطاوك، يقاسوك، يدلفوا عليك، يديروا عليك الدخان، ينزلوا على بوك الاجل حتى يعلقوك، ومن بعد يقول لك ها واحد بلاصتك، وانت كتعذب 7 ايام. وانا عايش في العذاب تما كاين في هذيك البلاد. وعاد نقلوني للكوميساريه ديال تازا، وصلت ذاك الساعه مناضلين معايا ديال تازا، لانه غادي يجيو نذكرهم من بعيد، صبتهم معايا في الكوميساريه. وفي الكوميسارية تازا جابوا لي أحمد بن قليلو يواجهوه معايا بأنه عطاني السلاح، فقال لهم أنا ما عندي سلاح باش نعطيه السلاح. هذا بالضبط هذا الكلمة ديالو، لا ماشي أنا اللي قلتها، هو قالها.
وداك الساعة كان الكوميسير عبد الخالق البركاني ديال تازا. من بعد دوزنا شي 10 ايام ولا 12 يوم في الاعتقال في تازا في الكوميسارية. نعسين واحد البيت في شي حنا شي 15 واحد البيت صغير والتواليت تما الداخل. نقلونا الفاس باش يحقوا معنا بالتحقيق بشكل كامل. تما شفنا الحجاج ما يسمى بالحجاج والبوليس العادي. الحجاج كانوا كيعطيو العصا بأسات القدمائي، هذا هو اللي كاين، هذا اللي مازال عاقل عليه. وجات عندكم واحد الكلمة تما كنشتا، أنا غادي نجاوب عليها لأنه ما كانوش عندنا صحابنا البوليس، بالعكس هذوك الناس اللي كيلبسوا ويعسوا هما اللي كانوا كيعطيونا الخوة، لأنه كتكون عندك داين لك مغطين لك عينيك ما كتشوفش وفي مدرسة ديال الدولة المغربية فاش كنا كنقولوا العصا، ولكن ما كنعرفش المنطقة. ملي كتمشي تدخلي للتواليت تزول عينيك هكا، والبوليسي اللي كيلبس الحوايج البوليس هو اللي كيديك للتواليت وكيقول لك انا راني قايت معاك. مثلا واحد فيها جبد الشبو ديالو داو هكا في الارض وقال لي زول سيت زاني لاباس عليك، انا راني قايت معاك في القويين تا 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 تا. ومن بعد قال لي راكم غادي تخرجوا الدنيا بخير ما كاين والو، قايب غادي يفك الله لو حي. ايوا صافي هادو هما البوليس ديال الحزام. اثناء التعذيب هادي نسيتها، خصنا نقولها في اكنول. هادي في اكنول لانه كانوا كيعطيوك العصا ومن بعد كينزلوك تطيح، ومن بعد كيعطيوك والسؤال الوحيد كانوا اغبياء. انا غادي كنقولها بالسطح لانه ما كيعبوا غير السلاح، كتقول لهم ما عندي سلاح. واه انا صبتيني في السوق كندير القانون كنرشح الناس، تديني من السوق توكلني العصا هكا الله يهديك، عيب عليك وانا مازال صحيح والله غير ندخل فيك ماشي غير تجيبني هكا. ومن بعد وصلت القناعة أنا شخصيا بأن هاد الناس باغيين يقتلونا. والسلام قلنا بالك بغاو يقتلوا لي تفضل، ما بقيتش الهضرة. والآيات تقلبت داك الساعة، عاد خفوا العصا وعاد بداو كيخافوا نموت لهم. هذا تقريري والله أعلم، ما نقدرش نقول، هذا التقرير الشخصي. جايب لي أنا قلت لك ملي كنا في تازا في الكوميسارية داونا للتحقيق، لانه قالوا السلاح جابوا هذاك السيد يواجهني، قال لهم انا ما عندي سلاح حتى باش نعطيه السلاح. هذا الجواب قاعوا باش يدونا الفاس. داوني ماشي بوحدي، داوني انا واحد الولد الله يرحمه سميتو حدو من قاسيف. ايوا داونا الفاس كلينا العصا فاس، عاوتاني نفس الاسلوب. دوزنا واحد 10 ايام ديال العصا. لا هادي عنده أسباب مسببات. 3 مارس 1966 جا واحد الوفد كيمثل الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، فيه السي عبد الرحمن اليوسفي وفيه الفقيه البصري وفيه يده الله يرحمه، هذا اللي ديال 23 مارس، ماشي يده ديال الجمعية، ماشي أصلاً يده. ومجيد العراقي الله يرحمه مات. ايوا صافي جاو الجائدة البعث، جاو باش يحيوا الديكات الثالثة ديال 3 مارس 1966. داك الساعة انا راني ضابط في الجيش، قالوا لي السوريين ماشي مغاربة جايين عندكم واش كتعرفهم؟ قلت له ما كنعرف حتى واحد فيهم. ايه مشيت كنعرف الفقيه البصري، كانت المرة الثانية في حياتي. قلت له كنعرف الفقيه البصري، كاع عطاوني العنوان. مشيت العنوان، تلاقيت مع الناس اللي نمت عليهم كاملين، والعسكري بعدا ما في عندي حتى شي حاجة، سلمت عليهم. ومن بعد خداني الفقيه ودار معايا موعد الغد، قال لك نتلاقاو انا وياك. قلت له السلام. هكا كنت دخلت المعمعة اللي انا دخلت فيها كلها. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.